بكل بديهية أحداث 7 أكتوبر كان لها تأثير كبير لعودة الوعي مرة أخرى لدى المواطن المصري، استشعاره للخطر ولأن أمنه الإقليمي سوف يمس من خلال أحداث 7 أكتوبر وتداعياتها. إلى أي مدى كان لده تأثير كبير بظهور توافد كبير جدا من المصريين على صناديق الاقتراع؟ بالفعل نقطة جميلة جدا ومفصلية. أحداث 7 أكتوبر أكدت أن ثمة خطر داهم، أن لابد للمصريين أن يلتفوا حول هذه القيادة على قاعدة الدولة الوطنية المتماسكة. وكما أكد الرئيس السيسي مرارا وفي أكثر من محفل ومناسبة أنه يعني لا مشكلة في أي أخطار بالنسبة للدولة المصرية، الخطر الحقيقي الوحيد اليتيم الذي يهدد الدولة المصرية هو عدم تماسك المصريين، هو عدم وجود هذه السبيكة الواحدة، ألا يكونوا يدا واحدة، أما وأنهم في ذلك الاصطفاف، هذا الاصطفاف، هذه السبيكة الواحدة، ذلك التوحد، الكل في واحد والواحد في الكل، هو ده الحصن الحصين للمصريين، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أي أخطار محدقة، سواء كانت يعني أخطار خارجية، سياسية، اقتصادية، المهم تماسك المصريين، الاصطفاف الوطني للمصريين. ونحن هنا أتصور أنه يعني المرشحين الأربعة يقفون على يعني هذه الثوابت وهذه الأرضية، أرضية الدولة الوطنية، أرضية سلامة وحدة التراب الوطني، أرضية دولة 30 يوليو 2013. يعني لأول مرة منذ زمن بعيد نرى تنوع في المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، نرى المعارض والمستقل والليبرالي، يعني لم نرى هذا التنوع أمام استحقاق انتخابي لرئاسة الجمهورية منذ زمن بعيد. ليه هذا السمت مختلف لهذه الانتخابات الرئاسية تحديدا؟ بالفعل يعني هذا الاستحقاق الدستوري توافرت فيه كل هذه البرامج وهذه الأفكار، كما تفضلت، اليميني واليسار واليمين الوسط، وكل هذه الأفكار والبرامج مثلت في ذلك الاستحقاق الدستوري. وإن كان بعض أحد المرشحين له حظوظ أوفر، فهذه طبيعة النظم الانتخابية وهذه طبيعة الاستحقاقات الدستورية، وذلك لم يكن بدعا من القول أو لم يكن استثناء من القاعدة، هذه القاعدة. نجد ذلك في الديمقراطيات الشرقية، ونجدها أيضا في الديمقراطيات الغربية، نجد ذلك في فلاديمير بوتين في روسيا الاتحادية، نجد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر الديمقراطيات في العالم، ديمقراطية يعني مر عليها 250 عاما. فنجد أنه بعد رونالد ريغان نجد بيل كلينتون، وتتنافس أيضا بعد ذلك هيلاري كلينتون، نجد جورج بوش الأب، جورج بوش الابن، نجد جو بايدن نائب الرئيس، جو بايدن الرئيس، نجد دونالد ترامب الرئيس السابق ينافس وله حظوظ وافرة في الانتخابات الرئاسية القادمة. إذن هل نستطيع أن نشكك في الديمقراطية الأمريكية ونقول إنها ديمقراطية الكراسي الموسيقية؟ لا، لأن طبيعة الشعوب وطبيعة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية والرئاسية تحديدا بتستلزم وتدفع إنه الشعب بيطمئن إلى رئيس له رصيد استراتيجي، رصيد تاريخي، رصيد من الإنجازات السياسية والاقتصادية، إنه شخص تم تجريبه، قدم يعني كان له ميراث، كان له ضربة. فهذه طبيعة الأمور. وحتى في الكيان الصهيوني نتنياهو يعني من 1997 وحتى الآن يروح ويجيء. إذن هذه طبيعة الانتخابات الرئاسية في كل الديمقراطيات، سواء كانت أوروبية، سواء كان أمريكية، روسية، إسرائيلية، هذه طبيعة الأمور ومنطق الأحداث، أن الشخص الذي له تاريخ وتم تجريبه يكون حظوظه أوفر.